يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا استنصرنا المسلم على الكافر المعاهد، إذا استنصرنا أخونا المسلم على الكافر المعاهد، نعم، فهل نترك نصرتهم مطلقا ونجعل الكفار ينتصرون عليهم، أم أن هناك قيودا في ذلك؟ ما أقول ما ننقض العهد، ما ننقض العهد ونقاتل المعاهدين، ما نقاتل المعاهدين، إن استنصروكم بالدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، استثنى الله هذا. نعم.